نقدم لك مجموعة من الوصفات البسيطة مع جبنة كرافت كريم القابلة للدهن. جربي صلصة تغميس الجبنة بالسبانغ الشهية هذه اليوم. لهذه الوصفة ستحتاجين إلى جبنة كرافت كريم القابلة للدهن وهذه المكونات. سخني الزيت في مقلاة، أضيفي البصل والثوم وقومي بطهيهم على حرارة متوسطة إلى أن يصبحان طريان، ثم أضيفي السبانغ واطهيه حتى يصبح طرياً. ارفعي المقلاة على الحرارة ودعي الخليط ليبرد. قومي بتصفية السوائل الزائدة ودعي خليط السبانغ في وعاء. أضيفي البارميزان قبل عصر 250 جرام من جبنة كرافت كريم القابلة للدهن. امزجي المكونات بخلاط كهربائي، ثم أضيفي جوزة الطيب بالتحريك وتبليها بالفلفل الأسود المطحون طازجاً. غطي الخليط بالبلاستيك الشفاف وضعيه في الثلاجة لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات. قدميها باردة مع أصابع الخضروات والجبنة. ستجدين وصفة صلصة تغميس جبنة بالسبانغ الشهية هذه على صفحتنا في الفيسبوك. انضمي للصفحة لتستمتعي بالطعم الأصلي لمزيد من المرح.